فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: هل النذر لغير الله يعد من الشرك مطلقا؟ لا شك، النذر عبادة، النذر عبادة، النذر أن يطيع الله فليطيعه عبادة. النذر يوفون بالنذر، أثنى عليهم لأنهم يوفون بالنذر، وأمر قال: وليوفوا نذورهم، فهو عبادة. من نذر للقبور، من نذر للأضرحة، من نذر لغير الله فقد أشرك، لأن هذا نوع من أنواع العبادة، مثل الذبح لغير الله. نعم.